وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في زيارة إلى المملكة المغربية الشقيقة، وكان في مقدمة مستقبلي جلالته في مطار الرباط صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وقد حيت جلالته تشكيلة من الفرقة الشرفية التابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى، كما كان في استقبال جلالته والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد إمهيدية، والسعادة السيد خالد سلمان المسلم سفير مملكة البحرين بالمملكة المغربية، ورئيس الجهة السيد عبد الصمد سكال، وعامل عمالة سلا السيد عبد الرحمن بن علي، ورئيس جماعة سلا السيد جامع المعتصم، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.